السلام عليكم، عندنا من جديد. البنات هذه مدة طويلة ما بقيتش حتى شي فيديو، تقريبا شي شهرين ونص، وهي المدة اللي كنت بقيت جالس في واحد المدينة هي اللي خرجت منها اليوم. كيقومة كاينة من وراء دوك الجبال. لا كما قلت لكم شهرين ونص وانا جالس فيها. تقريبا من بدات كورونا كتنتشر، الناس ولاو مخلوعين وداك الشيء، يعني ما بقيتش قادر تتحرك. هذه قصه طويله حتى هي خاصه فيديو بوحدها. اليوم الاربعاء 3 يونيو، 3 في شهر 6. يعني اليوم في الصباح خرجت من كيغوما، وكيغوما كتبعد على الحدود ديال بوروندي ب 60 كيلومتر. هاد السمح دابا ملي كنت خارج، ولكن ما يمكنش ليا نمشي ليها. هذاك الشيء علاش جيت لهاد المدينه، كنت بغيت نمشي لبوروندي ناخذ الفيزا ديالها من هاد المدينه ونمشي ليها، ولكن الحدود باقا مسدوده. انا اصلا ما كنت وصلت هنايا النهار الاخر، مشيت للسفاره ديالهم القنصليه بغيت ناخذ الفيزا، قالوا لي لا خديتي الفيزا ومشيتي للحدود خاصك تجلس 14 يوم في اوطيل على حسابك. يعني انا نخلص الاوطيل وهما غيختاروا لوطيل اللي بغاو، يعني يدوني لي انا يدوك لوطيل 5 ايطوال ولا شي حاجه. قلت لهم لا بلاش صافي. كان قريب رمضان هذيك الساعه، بقيت جلست ليامات الاولى في واحد لوطيل، ومن بعد كانوا فيه شي مصريين، ومن بعد تلاقيت مع واحد المصريين اخرين وقالوا لي الا بغيتي تجي تجلس معنا وداكشي هما كارين دار صافي. وانا نمشي معاهم، دوزت معاهم تقريبا شي شهر ونص، هادوز معهم رمضان كامل ومن بعد رمضان. يا هذيك جيت نهار الاول في رمضان عندهم صافي. واليوم خرجت، وما خرجت شهرين ونص ما تحركت بالبيكالا، وعرفتي مع النهار الاول مع الطلعات هاد الطريق كنت نزلت، كنت جيتني من هنا ملي كنت دخلت المدينة، خاصني نضرب واحد 30 كيلومتر عاد غادي ندور نشد الطريق. ان شاء الله غادي نشد طريق رواندا ونشوف، مازال الحدود ما تفتحاتش، ولكن المهم غادي نمشي الطريق، مازال شي 500 كيلومتر. المهم ما تبقاش جالس وصافي، يعني جاني الملل، بقى مريح بزاف. وهذا مكان كما كتشوفوا راه الطريق جاي طالعه، راه جاي من كامله طلعات، ولكن هنا غتكون واحد النزله من الجهه الاخرى، وغتم غادي مرتاح مزيان. نيت النهار الاول ضرب طلوع بالصافي، تادابط مع الطريق. الجو سخون اليوم دابا، لكن هاد الظليله هادي مع هاد الجبل هذا غادي مضلل مع السحاب شويه. الجو سخون وكاينين الطلاعي، طبيعة زوينة مزيانة. مابقات تقريبا شي ساعة جوج، ضربت 30 كيلومتر اليوم دابا. انا خاصني نتغدى في شي بلاصة ونكمل ان شاء الله. اصلا ما فطرتش هاد الصباح، كليت غير واحد الطريف ديال الاناناس وبديت الطريق. ان شاء الله يكون شي فيلاج هنايا غادي نستمتع فيه. دابا ملي كنشوف الريزو، تشوف الريزو من بعيد كتعرف راه هاديك هي القمة. ملي توصل الريزو غادي تلقى النزول. ديما هاد الريزوات هادو كيديروهم في القمة، يعني دابا مكاين غير النزول. وصلت دابا لواحد الفيلاج هنايا. What is name for this village? وسندا.
فيلاجي فيلاج نيم ايوه ها اديوكو اديوكو نيمي ايوه اديوكو نيم فيلاج 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 ها وفينزا وفينزا مكود كداوي كداوي اه ديال سميتو كداوي ايه كداوي غادي نتغدى فيه دابا هنايا شريت جوج لعيبات جوج شبان جوج دراهم الواحد انا فازت كاسافا هذا العجين ديال كاسافا واخا الحراره ما كتقدرش تاكل بزاف كتبغي تشرب غير الماء ولكن ضروري تاكل وما مفطرش ضروري غناكل هاد العيبات ان شاء الله وغادي نكمل الطريق نرجعو صديقنا القتبان ديالو رفيقي حسن غناخدو من هنا وهذا قصبة سواحيلي نوكي سواحيلي صباح نوك سواحيلي جو 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 400 Asante. Sante sana. Thank you. Bye bye. خدت جوج اخرين غادي نتعشى بهم. نتعشى بهم ولا ناكلهم مع العشيه ولا شي لعبه. زوين هذا واعر واخا ما كيصرعوش هنايا بحال في الكونغو، كونغو كيصرعوه. هادو ما كيخلوه مرخي دابا هو راه كيصايبوه قبال بشي نهار ولا يوم في الكونغو كيدوروا عليه واحد الخيط كيزيروه ما كيخلوش يتنفس كيولي مجموع كيولي قاسح وكيولي زين يعني بنين هنا ما كيصرعوش بحال جمال بحال في الكونغو تبقاتش بحال هذا بقى ناكلو كل نهار كاع ما عنديش زين فهمت كيعجبني انا بعد تبقات تاكلو في الغدا وفي العشاء ما كاينش مشكله ديال الغابات كنلقاهم محروقين بحال هكا ولكن شفت واحد الفيديو في ناميبيا واقيلا كاين اللي كيقول لك كيتشعلوا بوحدهم كاين اللي كيقول لك الناس هما اللي كيتشعلوا غالبا كيتشعل بوحدها واقيلا كاين الحرارة اليوم واقيلا داكشي علاش الشمس فاتت قدام هنا راه شاده من لا
راهي غادي عاوتاني ليه دابا راه غتبقى بحال هكا حتى الليل واقع في الليل كيبرد الحال مزيان تقدر تطلع في الليل وخا خضر هذاك الشيء كي هو اللي كيطرطق مع خضر كتشد فيه مع مخلط كاين الخضر كاين هاد اليابس هو اللي كيشعلها بالساعة تقريبا السبعة كنقسم حتى الما بدات كطيح القمر بان مازال طلع ما بغاش يسالي تقريبا هاد النهار كامل ديال الطلوع ضربت تقريبا شي 50 كيلومتر دابا ولكن ما بديتش 11 دزت واحد السوق بغيت نتقدا لقيت غير مطيشه وبطاطا حلوه صافي شريتهم تنشوف قاد بهم شي لعيبه هذا هو العشاء ديال اليوم درت مطيشه من التحت وبطاطا حلوه هادشي اللي لقيت في السوق ودرت مع القرفه والقرنفل هادشي لعيبات كزبير وداكشي ونشوفو هادشي كي غادي يخرج غادي نقضيو باش مكان ونشوفو هادي كي غادي تخرج هاد الخردولة هادي هنا يا معايا الأصدقاء هنا ساعة وأنا معاهم دابا مازال متعقلش فيا مازال مخلوعين شنو كيسحبونا غادي غادي ندير لهم لا تخافوا من الكاميرا هذاك الشيء كيتربخ كيتربخ مع اصدقائي هنا ننتظر الكاميرا ان توجد ان تم دخلت الخيمة دابا كنتمنى نكون تنبان لكم مزيان مع الجو برو ما فيهاش الجو برو اللي عندي ما فيهاش لافيشور فيهاش ليكرون ما تعرفش شنو يعني ما كتشوفش شنو كتصور تعشيت دابا طيبت هذيك الكويمينه ديال البطاطا حلوه ومطيشه عاد واحد البطاطا حلوه هنايا راه عشا والله ما كتبغي تقطع خاصها ليمون ولا شي منشار كبيره كتكون وكتكون قاصحه وما كطيب غير بزز درتها فوق العواد وعطيتها العافيه شي نص ساعه ولا ساعه الله روبيت هي طيب صافي تعشينا كاملين وكنت بغيت نصور لكم ولكن كنجبد الكاميرا كنورك على البوطه ولا كتسمع هذيك التيت كلشي كيعلق كيشخلعوا ولا عرفت شنو كيتصوروا عرفت شنو كيتصور ليهم غادي ندير واش كيسحبوا شي سلاح ولا شي حاجه صافي ولا مابقاش بغيت نبرزطهم صافي وخليت ودابا غادي نعس دابا تقريبا شي الساعه شي 10 و 10 ونص هكاك اليوم ضربت شي 54 كيلومتر ما بين 50 54 ولكن كامله طلوع كانت الطريق كامله طلوع يعني تقريبا راه من 300 متر على البحر يعني علو على البحر ودابا انا في 1100 1100 ماشي زعما كتلقى طلعه شي تكون طلعه طويله ماشي مشكل تكون قاصحه يعني طالعه هذيك ماشي مشكل ما كتكونش طويله هاد الطلعات تيكونوا دايرين بحال هكا ولكن كتبقى غادي واحد 5 كيلو ما يطرو ليش نعي والحراره
كتسخسخك مزيان ونهار الاول، ولكن دابا غادي نحط راسي غادي نمشي دغيا غادي تنعس ان شاء الله. الله غادي نعس دابا حتى الصباح ان شاء الله نتلاقاو. صباح الخير. صباح الخير. هذا هو الفيلاج اللي نعست فيه اليوم. لا طونت هنايا ما هذا غادي نجمع لاطونت دابا وغادي نكمل ان شاء الله الطريق. فقت اليوم مثلا تسعود، لكن فقت هو هذاك مرتاح مزيان. غادي نكمل ان شاء الله.